السلام عليكم نجماتي في وصفة جديدة من وصفات نجمة. وصفتنا نهار اليوم هي اللحم الحلو. إذا كنت جديدة معنا في القناة ما عليك إلا ديري زر سابوني باش تلتحقي معنا في القناة ويوصلك كامل جديد. نبدأ على بركة الله في تحضير المرق. هنا باش نحضر المرقة وتكون بنينة درت لها قطع قليلة برك تاع اللحم. هنا درت غير 3 قطع صغار، تقدري ديري زوج برك، ونزيدوا معها زوج ملاعق كبار تاع ليدام المرجان ولا مدينة، مهم اختاري نوع مليح. نحضروا بهم لاصوص بالطبع ونديروا معاها القرفه، بصح هنايا القرفه نديروا غير شويه برك من القرفه تاع البودره باش المرق ما يكونش كحل، ما يجيش حامق بزاف ويشوه لك المنظر. وتزيدي معاها زوج عيدان تاع قرفه وندوهم على النار قليله، نخلوهم حتى يتقلوا. وما تنسايش ثاني رشه ملح باش تعدل لك الذوق، ماشي طبعا يجي مالح ويجي حلو، بصح هذيك رشه الملح فيها اختلاف وتستابيليزي لو غو. الو نبداو نحركوهم حتى يتقلاو شويه، تدخل هذيك البنه في اللحم، ونديروا معها زوج ملاعق برك كبار تاع السكر، ما تكثريلوش باسكو اللحم قادر يبس في هذه المرحله، وثاني باش ما يوليش حامق بزاف اللحم يولي ترو كاراميليزي. انتيا في هذه المرحله كي تقلاو مليح تشوفيه اكتسب شويه البنه، ديري معاهم الماء مرقي لهم، وما يكونش طبعا كميه كبيره، مرقي لهم في العبر حوالي 1 لتر ولا، مهم ما تكثريش. وبالنسبه للفواكه المجففه اللي حتستعمليها طبعا حسب الذوق والمتوفر عندك، ماشي اوبليغاتوار زعما تحترمي هذه القاعده. بالنسبه هنايا انا خدمت بالبرقوقه، شللتها بالطبع نحيتها من الصاجي وكلش، شللتها بيان حطيتها هنايا في اناء وحده، نخدم لها ان سيغو وحدها، باسكو كي تخلطيها مع الاخرين تخليها تغلي دير لك المرقه حامقه وتولي سوداء. نحضروا لها سيغو وحدها، نديروا معها 4 ملاعق كبار تاع السكر، وديري معها كميه من الماء حوالي نص كاس ولا كاس انت والكميه اللي عندك. هنا ثاني المشمش والزبيب خلطتهم مع بعض باسكو لا كولور تاعهم باهيه وجايه متقاربه مع بعض، مش حين ياثروا على بعضهم بعض. ثاني ندير لهم بالنسبه لكل وحده 3 مغارف 3 مغارف سكر، ديجا اسمه لحم الحلو ولابد لازم يجي حلو، وبالطبع هو من الاكلات الجزائريه التقليديه اللي لازمنا نحافظوا عليها. ونزيدوا لها ثاني الماء باش ثاني نديروا لها ان سيغو وحدها ونخلوها طيب، البرقوقه وحدها وهذه وحدها. تقدري تزيدي نيمبورت كيل فروي ساك يكون عندك، اي حاجه لانانا الكيوي تي واش تحبي. من جهه اخرى عاود رحت المرق تاعي شفتوا باللي ولات اون صوص غيدويت، نحيت منها اللحم نخليه للديكوراسيون من الفوق، تفرغي مع فيها المكونات اللي كي حضرتيهم، والتقديم يكون اختياري. تقدري تزيدي معها هنايا ولا تحبي ديريكتومون تشبحيهم في لاسيت. انا هنايا زدت شبحتهم بالمعجون تاع السفرجل، يعني ديجا خليت لكم الوصفه في القناه تقدروا ترجعوا ليها. وتقدري تزيدي معاهم لانانا اللوز، تشبحيها بالغراندو سيزام يعني السمسم الجلجلان كيما تحبي. ليسونسييل شوفي هنايا التفاح، كاين بوكو دو بريزونطاسيون. لحقنا الاخر الفيديو، نتمنى تكون وصفه اليوم خفيفه ظريفه عليكم تكون عجبتكم. ما تنساوش تخلوا لي لايك ولا ان كومونتير اذا عجبتكم. سلام.